This is the Porsche GT3 Cup Challenge Middle East. تميز تحدي كأس بورشي جي تي 3 الشرق الأوسط مع لخنر ريسينج عن بقية سلاسل التسابق في المنطقة، ليس فقط لأنه سباق متقارب باستمرار، ولكن أيضا للاحترافية في التنظيم. تعاونت بورشي ولخنر ريسينج لتقديم تجربة وخبرة لا مثيل لهما. تعني هذه التركيبة من التزام بورشي بالتسابق مع مهنية لخنر بأنه يمكن للمتسابقين أن يكونوا واثقين بأنه مهما كان الذي يحتاجون له فإنه سيكون جاهزا وينتظرهم عندما يصلون للحلبة. قدمت شارلي فرينز لفة رائعة ليحقق المركز الأول على شبكة الانطلاق في فترة تجارب تأهيلية ندية أخرى. رايان كولين كان يخوض لفة فائقة السرعة على إطارات جديدة، ولكنه أخطأ في تبديل نسب علبة التروس في الجزء الأخير من اللفة، الأمر الذي كلفه خسارة بضعة أعشار من الثانية. I'm happy I'm second because I have new tires and I think Charlie does as well on pole, so it should be a good race for me and him. الأيرلندي رايان كولين سيستخدم إطارات جديدة للسباق الثاني. استخرج أقصى ما يمكن من انطلاقته من الصف الأول وينافس المقيم في قطر تشارلي فرينز منذ المنعطف الأول. خسر بندر العسائي مركزه عند انطلاقة السباق، وهو بيريرا يغتنم الفرصة ويشق طريقه للمنافسة على المركز الثاني. يستفيد كولين من الخط المستقيم الثاني الطويل لحلبة دبي أوتودروم ويتصدر السباق عند المنعطف العاشر. يواجه تشارلي فرينز انغلاقا في المكابح أثناء محاولة تصديه لصدارة السباق، ولكنه يخسرها وينتهي به الأمر في المركز الرابع. لا يضيع فرينز الوقت لتعويض خطأه، وسرعان ما يصبح السائق العماني الناشئ الفيصل الزبير في مرمى نظره. لا يشهد سباق السائق السعودي بندر العسائي أي تحسن ويخرج عن المسار مجدداً في اللفة 12. شارلي فرينز يعمل بالفعل على تقييم حركته المقبلة ويقترب من ديلان بيريرا صاحب الانطلاقة السريعة، حيث يحاول تعويض الخطأ الذي ارتكبه في اللفة الأولى. ويسجل بندر العسائي توقيت أسرع لفة لغاية الآن، حيث يحاول الدفاع عن نفسه ويجتاز توم أوليفن السائق في كأس بورشي كاريرا بريطانيا للمركز الخامس. الآن أصبح فرينز خلف بيريرا تماما، وعينه الآن مركزة على اقتناص المركز الثاني. لم يلتفت رايان كولين للخلف منذ اللفة الأولى ويتمتع بصدارة مريحة في المقدمة. تحولت الأمور نهاية أسبوع رائعة للسائق الإيرلندي. أوليفنت يتجاوز العسائي ويستعيد مركزه الخامس. بيريرا يدافع جيدا عن مركزه الثاني والزبير يلحق بالثنائي. يقوم فرينز بحركته ويتجاوز بيريرا ابن لوكسمبورغ للمركز الثاني. يبدو بأن إطارات الزبير المستهلكة لم تردعه ويلحق بتشارلي. السعودي محمد آل سعود في المركز 12 إجمالاً والثالث في الفئة البرونزية، ولكن التفاف سيارته على نفسها عند المنعطف 14 يرجعه إلى آخر الترتيب. المعركة على المركز الثالث مستمرة، وينجح توم أوليفنت في تجاوز الزبير بعد الخط المستقيم الثاني الطويل. الزبير والعيسائي يتوجهان إلى المنعطف 14 جنباً إلى جنب، ولكن انغلاق المكابح في سيارة السعودي حالت دون إبقائه لسرعة سيارته. سباق بندر العسائي المليء بالأحداث يستمر مع تلامسهما. تلتف كلا السيارتين على نفسهما نحو الخارج، وسرعان ما يتجاوزهما بيريرا وتريلير ليصبحا خلف أوليفنت. وخلال لفة واحدة يتراجع السائق العماني اليافع من مركز على منصة التتويج إلى المركز العاشر. وعند التلويح بالعلم المرقط نرى رايان كولين يحقق فوزه الثاني نهاية هذا الأسبوع. We get three sets of tires and you kind of spread them over qualifying and two races, so most people save a set of tires for a race, but I've won both with either option, so I'm happy with that. ويحقق تشارلي فرينز مركز الوصافة. ينجح أوليفنت في إبقاء بيريرا خلفه ويصعد مجددا إلى منصة التتويج بعد انطلاقه من المركز السادس عند شبكة الانطلاق. يحتل تريلير المركز الخامس في الترتيب العام والمركز الأول على منصة تتويج الفئة، وينهي عيسى بن سلمان آل خليفة السباق في المركز السادس في الترتيب العام بعد انطلاقه من المركز العاشر، علما بأن السائق البحريني اليافع أحرز أيضا المركز الأول ضمن الفئة البرونزية.
We'll be right back.